راقبنا، يلا نمسكها. رجعي على القصر كريشا، نحن لقينا أعرف. عن جد أعرف التقى؟ لو سمحت أعطيه الموبايل لأحكي معه. ما فيك تحكي معه ولا عاد فيك. للأسف أخي أعرف طلع ميت. فاميكا؟ فاميكا؟ يلا ماما جاية، خلينا ننزل نمثل إنه حزناني. على الأقل كان لازم تخبريني شو الشي اللي رح تعمليه بأراف. فاميكا، تعرفي إنه ديفراج كان أكتر واحد بيحبه لأراف؟ وهو كتير حزين هلأ على وفاته؟ رح يعرف عن قريب شو اللي صار بالضبط. حتى كريشا راحت على دينار شريف ولحقته. هلأ إذا اكتشفوا إنه أنت اللي عم تلعبي هاي اللعبة فوقتها رح ينتهي كل شي. ماما جايا، بالحب والرياضة أنا ما بعرف غير الفوز أبداً. وقت اللي ما بتعرفي تفكري حتى المعارك السهلة بتخسري فيها. أنا بحسب حساب لكل شيء غير الناس اللي بيعتمدوا على التسهيلات بحياتهم، وإذا الموضوع بخص ديفراج وكريشا فأنا دائماً بخطط لمستقبلهم بشكل منيح. يلي قتل أعراف بالحادث رح يجي بعد شوي لهون على القصر.